إذا كنت في مجلس وجاء رجل وقام له الحاضرون لكني لم أقم، هل يلزمني القيام؟ وهل على القائمين للضيف اسم؟ لا يلزم القيام. الغالب هذا المكارم الأخلاق، من قام إليه يعني صافحة ويقول يأخذ بيده التي هو صاحب المجلس والأعيان، هذا المكارم الأخلاق. من قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقامت إليه رضي الله عنها وقام الصحابة بأمره، سعد بن معاذ لما قدم لحق يحكمها بني قريظة، وقام طلحة بن عبيد الله من بني يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب فتاب الله عليه قام إليه وصالحه وهنأه ثم جلس. هذا من باب مكارم الأخلاق، من قام إليه فبعل، ومن لم يقم وجلس فلا حرج عليه. الأمر في هذا واسع، المنكر كون يقوم واقف بس، هذا هو لما ينبغي، يقوم واقف للتعظيم. أما كون يقوم يقابل الضيف لإكرامه وإزاله ومصافحته والتحية، هذا أمر مشروع. وأما كون يقف واقف والناس جلوس للتعظيم، أو يقف فقط عند الدخول من دون مقابلة ولا وصاف، هذا لا ينبغي. وأشد من ذلك يكون يقف تعظيم الله هو قاعد، لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. أنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ويوجد في بعض الدروس القيام الغير ثلاث أقسام، القيام ثلاث أقسام قال العلماء. القسم الأول يقوم عليه هو جالس للتعظيم لما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ولهذا أمر النبي الناس يجلسوا لما صلى بهم قاعدا، أمرهم يجلسوا ويصلوا معه قعودا. ولما قاموا قال كدتم أن تعظموني كما تعظم العاجل رؤسائها. القسم الثاني أن يقوم لغيره واقفا ولدخوله أو خروجه من دون شيء، من دون مقابلة ولا مساعدة على شيء، بمجرد تعظيم، هذا أقل حواله إنه مكروه. وكان لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلم من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام. القيام الثالث أن يقوم مقابلا للقانص للمصافحة، أو يأخذ بيده ويضع في مكان، أو يجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، وهو من السنة بالنسبة إلى الأعيان والذين يحتاج إلى قيامهم لمقابلة الضيف، كما قام الصحابة يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ لمقابلته وإكرامه، جاء حاكما في بني قريظة فقال النبي أقوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وسلموا عليه وأنزلوه رضي الله عنه وأرضاه. وقال لا، وكان صادق يحكمون فيها إذا دخل ويقوم لها إذا دخلت ويأخذ بيدها وتأخذ بيده. وقام طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة رضي الله عنه وأرضاهم إلى كعب بن صافح ويهنئه لما دخل من المسجد وهو في الحلقة، قام من الحلقة فسلم عليه وصافحه ثم جلس رضي الله عنه جميعا. هذا من هذا النظر.